عاجل جدا الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا حول سد النهضة بعد رسالة الرئيس السيسي. ورسميا الدور الإسرائيلي في قضية سد النهضة حلم أن تكون دولة مصب نهر النيل. وعاجل توقيع تعاون عسكري بين الجيش المصري وجيش صربيا، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وللأسف السيسي يعزي العراق وبيان هام ومؤسف. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل جدا الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا حول سد النهضة بعد رسالة الرئيس السيسي. الاتحاد الأوروبي أكد أنه بيتفهم مخاوف مصر والسودان فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعدما أعلنت أديس أبابا بدء الملء الثاني. دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الحوار والتفاهم السياسي في قضية سد النهضة، مؤكدا على تفهم قلق مصر والسودان. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد سلم رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي خلال زيارته الحالية لبروكسل. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ قال في تدوينة على الحساب تويتر، قال إن ذلك جاء خلال لقاء الوزير شكري برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. أشار إن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية سد النهضة وليبيا وعملية السلام. مصدر معنا كم من مصراوي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ورسميا الدور الإسرائيلي في قضية سد النهضة حلم أن تكون دولة بمصب نهر النيل. رئيس مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي أكد إن إسرائيل لها تأثير بملف سد النهضة، لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. خلال لقاء ببرنامج يحدث في مصر، قال مصطفى الفقي المسؤول المصري البارز في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس مكتبة الإسكندرية الحالي، إن عقد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة بيستهدف التعبئة والحشد الدولي للوضع الحالي الذي يشهده الملف، وصفا إياها بأنها إثبات حالة. ولفت مصطفى الفقي أن مصر لن تعود للمفاوضات بصيغتها الحالية، أكد أهمية مطالبة الاتحاد الإفريقي لإثيوبيا بالتوقف عن الإجراءات الأحادية والتفاوض خلال مدة زمنية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام. أوضح أنه يتعين على مصر الاعتماد في حل الأزمة على الحلول غير التقليدية والاتصالات مع الدول صاحبة التأثير، شاكرا أداء وزير الخارجية سامح شكري بالملف وكلمته أمام مجلس الأمن. مصدر معنا كان من صحيفة الشروق. طبعا يعني إسرائيل حلمها اللي هو من النيل للفرات أو من الفرات للنيل، ده هو الحلم الإسرائيلي. هم عاوزين يكونوا هذه الدولة لتكون داخل نهرين. طبعا هذا الأمر يعني خطير بالنسبة للتفكير الإسرائيلي، ولكن مصر لن تسمح بهذا الأمر. والمخابرات العامة والجيش المصري عندهم كل المعلومات والتحركات الإسرائيلية في هذه القضية، وهذا الأمر يعني مش مخفي بل معلوم جدا بالنسبة لمصر. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل توقيع تعاون عسكري بين الجيش المصري وجيش صربيا، وقع وزير الدفاع المصري والصربي بروتوكول تعاون في المجال العسكري بين البلدين حسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية. تم توقيع البروتوكول خلال لقاء عقده في القاهرة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، معني بوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له. ووصل الوزير الصربي على رأس وفد صربيا إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك على هامش عقد الاجتماع 13 للجنة التعاون العسكري المصرية الصربية بالقاهرة.
حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، إلى جانب توقيع بروتوكول التعاون الثنائي في المجال العسكري. أكد القائد العام المصري على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية صربيا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية. من جانبه أشاد وزير الدفاع الصربي بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. مصدر معانا كان من RT، وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. طبعا يعني تعزيزات من قبل مصر، تعزيزات عسكرية وتعاون عسكري مع عدة دول، يعني كثيرة جدا، شيء مهم جدا لتفعيل الدور المصري القوي دوليا. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وننتقل مع بعض الخبر آخر. وللأسف الرئيس السيسي يعزي العراق، وبيان هام ومؤسف. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى قاضمي، معزيا بضحايا حريق مستشفى الحسين. المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية صرح بأن الرئيس السيسي قدم خالص التعازي في ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل. من جانبه أعرب القاضمي عن تقديره للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة التي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بمصر والعراق وتميزها على كافة المستويات. وقد أدى الحريق الذي بدأ يوم الاثنين إلى سقوط 92 قتيلا و50 جريحا حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية. مصدر معنا كان من RT، رب ربنا يرحمهم إن شاء الله، ويعني يغفر لهم ويصبر أهليهم إن شاء الله، ويرزقهم الصبر ويعوضهم. طبعا يعني العلاقات يعني العراقية المصرية علاقات جميلة جدا، علاقات يعني أخوية بين الشعبين المصري والعراقي. شعب العراق لما تيجي تسأله عن مصر أو المصريين يعني بيكلمك كأنه بيتكلم عن إخواته أو حد عزيز عليه. الشعب العراقي شعب جميل جدا وعظيم جدا، ربنا يصبرهم يا رب على هذا الحادث يعني المؤلم. ربنا يحفظهم بإذن الله ويحفظ الشعبين مصر والعراق وجميع الدول العربية اللي يعني بتتمنى لنا الخير بإذن الله. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى ما كنش طولت على حضراتكم بإذن الله، وكان معكم إسلام الأمير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.